أنا بقى مع نهاية الحلقة أنا عندي طلب من كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا واللي بيسمعونا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، رجاء على حضراتكم عدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى. رجاء، الوضع في مصر، البيانات والتفاصيل اللي بتخرج من الدولة غير دقيقة وغير رسمية، وبالتالي هناك حالة من الخطر على حضراتكم. لا ضرر ولا ضرار، حضرتك ممكن تخرج تكون مصاب، تصيب الناس، تصيب غيرك أو تتصاب من غيرك، وبالتالي افضل في بيتك. العالم كله في حظر تجول، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم بنقول عندها إمكانيات وقدرات طبية عملت حظر تجوال في البلاد، ما بالك بدول زي إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا، الوضع خطير ودول عندهم إمكانيات صحية خيالية. إحنا بقى عندنا إيه؟ أنت شايف المستوصف اللي جنبك أو المركز الحضري أو المستشفى الحكومي وأنت شايف بعينك كويس. رجاء أرجوكم افضلوا في البيت، افضل في البيت، افضلي في البيت، خلي عيالك حواليك، لعل وعسى البقاء في البيت يحميك قدر الإمكان. افضلوا في بيوتكم رجاء، احنا خايفين على حضرتكم.